من 3 أيام لقينا جثة جوزك مرمية جنب شريط السكة الحديد، وما كانش لابس غير بيجامة. وإيه اللي وداه هناك؟ هناك فين؟ مطرح ما لقيتوه. هو ما راحش برجليه، ده اترمى من القطر. التحريات أثبتت إنه كان جاي من أسوان. عندك فكرة؟ ما أعرفش حاجة، أنا كنت مسافرة ولسه جاية. لكن أنت عارفة إنه كان مسافر؟ ولا أعرف إنه كان مسافر. وكان بيشتغل إيه؟ مدير شركة استيراد وتصدير. كان بيتاجر في إيه؟ ما أعرفش. المحل بتاعه فين؟ ما كانش له محل. مكتبه؟ ما كانش له مكتب. كان غني؟ أفتكر. تقصد إيه؟ كانت الفلوس بتجري في إيديه. تفتكري رصيده قد إيه؟ ما أعرفش. تبقى مراته ما تعرفيش أي حاجة عنه؟ صدقني ما أعرفش. أمال كنت متجوزاه إزاي؟ غلطة. وكنت ناوي أطلب الطلاق، لكن الطلاق؟ أيوه. طيب حضرتك كنت فين من 3 أيام؟ قلت كنت مسافرة. أنت متأكدة؟ طبعا، ولسه جاية حالا. الفكرة اللي جات لك مش صحيحة، أنا ماليش دعوة بموته. إحنا لما فتشنا البيت ما لقيناش أي عفش. تفتكر العفش راح فين؟ اتسرق. اتسرق. عفش بيت بحاله يتسرق؟ صالون وسفرة وأنتريه وأوضة نوم، سجاجيد وبوتاجاز وتلاجة وسخان، كل ده اتسرق. اتسرق. يوم الاثنين اللي فات جوزك باع عفش بيته ب4000 جنيه نقدا. وبتفتيش الجثه، ديوان القطر اللي كان مسافر فيه، وشنطته، ما لقيناش حاجه. التحريات اثبتت انه ملوش اي رصيد في اي بنك. تبقى فين فلوسه؟ اساله. لما يقع انسان من شباك قطر يبقى مفيش قدامنا غير 3 احتمالات: حادثه، واقف في الشباك يتفرج وقع، وده امر مستبعد طبعا، او انتحار. ايه رايك في فكره الانتحار دي؟ عادل مش من الصنف اللي ممكن ينتحر. برافو. يبقى مفيش قدامنا غير الاحتمال الثالث: القتل. وده طبعا هيكون من اختصاص المباحث. الشنطة دي اللي كان مسافر بيها دليل انه ما كانش ناوي يقعد كتير. دي محفظته، ما فيهاش غير 80 جنيه. دفتر شيكات، قلنا من غير رصيد في البنك. تذكرة سفر لباريس يوم الجمعة اللي جاي. عندك فكرة انه كان مسافر باريس؟ لا. قميص نظيف، جوز شرابات، قصة لأرسين لوبين، فرشة اسنان ومعجون وفرشة حلاقة، مكنة حلاقة، مفكرة ما فيهاش غير معاد الساعة 4 في محل قديم في خان الخليلي يوم الخميس، يعني بعد أسبوع من النهاردة. إيه محل قديم ده؟ ما أعرفش. تمثال نفرتيتي. تعويذة بتاعته كان بيتفائل بيها، وعشان كده كان دايما يحتفظ بيها. وده مفتاح الفيلا. لو سمحت تمضي هنا باستلام الحاجات دي. اتفضلي. صورة علشانك. أقدر أمشي؟ سؤال أخير، أنت قلتي إن اسم جوزك عادل عزت. أيوه. أنت متأكدة؟ متهيألي. إحنا لقينا في جاكيتة جوزك حاجات مهمة. دول. دا
جواز سفر مصري، عادل عزت حسين، مدير شركة استيراد وتصدير. دي صورة جوزك؟ أيوه. جواز سفر تاني لبناني، جابر إلياس خوري، تاجر. دي صورة جوزك؟ جواز سفر ثالث سوداني، حمد بيومي طه، مقاول. دي صورة جوزك؟ جواز سفر رابع باكستاني، شريف عبد الله خان، محامي. دي صورة جوزك؟ أيوه. شكرا شكرا يا مدام. مدام من فيهم اللي تحسبه؟ يا هانم الشنطه.